خصنا نحي واحد والله العظيم تخونني الكلمات كما واحد سمو سامبليسيتي نوصفك تخونني الكلمات نوصفك برك ما كلمات تاع ممنوع تحت فوق تحت 18 سنة وما تنفعنيش لازمني نهبط لتحت انكار الله يا جماعة نقول لكم كون ما جاش لامور باتريوتيك ما نقول لكم شحب الوطن الوطن هذا انا عندي تمسخيرة بس كموش وطن اصلا مازلنا مستعمرين لكن لامور باتريوتيك الحس الوطني الحب الوطني مي كاين عباد على بالكم باللي يسهلوا يتربطوا كي الكلاب وحاشاه الكلب الكلب نقدروا الكلب نقدروا كاين عباد ما جيب با دو كومونتير والله جيب با دو كومونتير جافونس مع الناس اللي تبعوا فينا واحد قال لي الشيخ راه شيخ بصحتك انا ديما شيخ انا ديما شيخ المفهوم تاعكم انا ديما شيخ دونك نولي للموضوع لليوم وحايد ناس يقول لك الوحده السياسيه راكم تدبزوا اجمع تروحوا عند كل الاخصائيين في العلوم السياسية والمحللين والناس اللي تبني الاستراتيجيات يقول لكم حاجة واحدة ما كانش وحدة هكذا ما تصلحش ما تمشيش ما تكملش دوك نجاوب على فتحي غراس ما تمشيش وما تصلحش علاش بلوتو كونياك باغاتي انا الويسكي ما نحبوش يدير لي صداع الراس ما تحكم انت مثلا تلم التيار اليساري مع اليميني مع الوسطي مع الاسلامي مع كذا مع كذا مع كذا اي بعد تتفرقع تو سامبلوم بعد تتفرقع كاينه وحده حقيقيه حول قائد واحد لونيون سوفي اوتور دان ليدر ان نوم و اون فام ما يهمش ليسونسييل ان هومان لومان هذا هو اللي يدير الوحده اوتور دان بروجي مي لا سيمبوليك دو بروجي لو برينسيپ دو بروجي سي لوي لي يقول لكم كاينه وحده تاع تيارات سياسيه او عندكم السودان وفي الخرايعهم هادو علاه هادو اكذوبات نتاع لو نيو كولونياليزم وي لونيون بوليتيك لي كورون بوليتيك يفو كي سونيس كري ان ترانزيسيون اي تو سا هادي هضره النقوشه هضره لي بي دي باش نجيب لكم من الاخر بالجزائريه ولا بالقوريه هادي ما كانش كاينة وحدة حول رب المقلة قال اوكي اوني داكور بور سويفر ان ليدر نتبعو ان ليدر في البرنامج نتاعو في لوفونسيف نتاعو في المعركة نتاعو في الحرب نتاعو ما تبعش ان ليدر انسى ويجيوك من بعد الجماعة لي بريالابل على لا ديموكراسي لا ديموكراسي لا ديمو جو سي با كوا اي فو زيت كون كوا كل بريالابل ديموكراتيك كل ديموكراسي ديموكراسي مع بصبع الزرق ديموكراسي مع ان جون مزطول مصرخ ان ليدر قائد ماتنو لو ليدر
مع ان بوبل واعي، يقدر يكون رئيس جمهورية، يقدر يكون رئيس حزب، يقدر يكون مع شعب جاهل، الليدر رب المقلة شيكار يحكم واحد اخر باسك شعب جاهل. واش هي؟ علموكم حاجه اسمها لا ديموكراسي. لا ديموكراسي ولا فيري جامي تعرفوا علاه؟ باسكو با اكزيستي مع الجزائريين. الشعب غير مؤهل انه يكون ديمقراطي. اون اوروب سي لي كان مول ياس خليك من الجزائر. اون اوروب ديجا سي تان مونسونج. ان مو ديموكراسي. الخنش اللي قال كيف نجحت تركيا في ثورتها. تركيا درك ما نجحتش، تركيا سوتريتان تاع الامريكان اوليدي. تركيا سي تان برودوي امريكان كيما المغرب، سي تان برودوي فرنسي. اون فال بوفوار ماروكان، واش على ماروكان؟ لي ماروكان حاشاهم، امازيغ كيما حنا. دونك لونيون هذه يا جماعه اللي يقول لكم لونيون بوليتيك والاحزاب وجبهه وكذا، نو لونيون اوتور دان ليدر كيما يقول تقولوا امين، هنا تنجحوا، الباقي بكل كذب وخرطي. مثل بوتين اكزاكتومون، باسكو على الوضعيه المزدريه تاعنا حنا، الوضعيه الاحوال تاعنا حنا، تقول وتنبئ ماشي تنبئ، تنبئ معناتها في المستقبل تنبئ. أول متريز العربية يا جماعة ما تغلطوش، أمازيغي حر صح، جو متريز دا لونغ عرب إي جو متريز دا فرنسي، وقاعد نقرا في لونجلي ونقرا في لوروس، بربي إن شاء الله جو لي متريز بارفيتمون. دونك تنبئ بلي حنا لازمنا ديكتاتورية أبوية، اون ديكتاتور باترنال نو دانتيري بيرسونيل، يعني ديكتاتورية بصح ما فيهاش انتفاعية شخصية، فيها بناء أمة موحدة حول دي فالور ناسيونال. وانا با دو فالور ناسيونال باش نقضيو على الجهوية. الحمد لله الجزائر تخلصت من القبلية، باسكو كون قعدنا في القبلية نقول لكم دركا الحل نتاعنا ملكية، انو رايوتي تخلصنا منها. دونك حنا الحمد لله عندنا ربي عطانا لافونتاج بحكم التاريخ صراو امورات، دونك حضرنا غير في الجهوية. دونك التخلص من الجهوية من اجل الانتقال الى جمهورية حقيقية نقدروا في الجزائر.